طريقة إزالة المياه البيضاء من العين بكل سهولة وفي ربع ساعة فقط، ولكن اللي راح يسوي التجربة هذه الوالدة. خلونا نشوف. أول شيء سافرنا الرياض وتوجهنا لمركز جلوبال لرعاية العيون، وتحديدا عند الدكتور عبد الرحمن الشريف، والمركز هذا موجود في المجمع الطبي التخصصي في الرياض. جلس الدكتور يشرح لنا عن العملية ويبين لنا أنها سهلة جدا وما راح تاخذ من وقتنا إلا ربع ساعة. بعدها قال الدكتور وش رايك قبل العملية تاخذ لك جولة في الأجسام وتشوف الأجهزة الموجودة عندنا. بعدها توجهنا عند الدكتور عبد الرحمن العبسي وجلس يشرح لنا عن جهاز فحص جفاف العين وعن أهمية هذا الفحص للي يعاني من الإضاءة القوية. أنا قلت لازم أجرب وأفحص في الجهاز، سويت الفحص وتبين أني عندي جفاف متوسط وعشان كذا أنا ما أقدر أسوق في الليل. سألته هل في علاج لهذا الجفاف؟ قال نعم، في علاج بواسطة أحدث الأجهزة لعلاج جفاف العين، وهذا الجهاز ما في منه إلا 2 في السعودية. ثم رحنا للدكتور سعيد القهيدان وجلس يشرح لنا عن عمليات تصحيح النظر بالليزر والليزك، وخذنا فكرة عن الأجهزة اللي يستخدمونها. وفي هذه الأثناء الدكتور عبد الرحمن الشريف سوى العملية للوالدة، وفعلا جلسنا ربع ساعة بس مدة العملية، ونحمد الله ونشكره. كان نظرها 5% وبعد يومين صار 80% وبدون أي ألم أو تخدير. الدكتور عبد الرحمن الشريف بارك لنا بنجاح العملية وقال ترى يا لاحق أي أحد يجي من طرفك ويبغى يكشف أو يسوي عملية ترى له خصم خاص، يقول أنا جاي من طرف لاحق. وطبعا طريقة الحجز هي من الرابط اللي بحطه لكم في البايو، وإذا ما لقيتوا الرابط فيما بعد اكتبوا في جوجل جلوبال لرعاية العين.